يعني اقدر ابني عليها بعد كده، تقدري تستندي اليها فيما بعد، شرط ان يكون الظرف مماثل الى حد كبير. المفروض القوه دي اللي هيدخل فيها طبعا بشكل اختياري، لكن تتوقع ان ممكن دايما احنا متعودين ان في اللحظات الاخيره في خلافات ما بين الدول العربيه، ممكن نتكلم على القياده هتكون لمين، التمويل مين اللي هيدفع، مين اللي هيشارك بقوه اكبر، الخلافات دي ممكن يعني يتم تخطيها الظرف العربي دلوقتي والتحدي انت عندك اتفاقيه الدفاع العربي المشترك من سنه 50 ورابطه ما بين التكامل الاقتصادي والدفاع العربي، يعني اعتبرت ان الامن القومي له جناحين، جناح عسكري وجناح اقتصادي. تمام. الامر يقتضي والحال هكذا الى ان يكون هناك اجتماع لرؤساء اركان حرب الجيوش العربيه القابله لذلك لوضع سياق لهذه القوه، لان القوه دي مش هتبقى متجمعه في حته اسمها الجيش العربي الذي يذهب ليقاتل، لا. ده هتبقى اختيار طوعي اولا للدول، دوله تقبل او لا تقبل، حتى من التي توافق على المبدا يمكن تيجي تجد حرج في دوله معينه. يعني يقول لك لا ما اقدرش اخش هنا، يعني وفقا للمقتضى الحالي، يعني مقتضى الحال وعلاقه الدوله بالدوله دي، حتى لو معترضه على سياستها قد ترى انه من غير الاوفق ان يتدخل جيشها في هذا الشان. في هذه الحاله هيبقى التدخل طوعي، والتدخل وفقا لقدرات كل دوله. يعني في دوله قدراتها البحريه، البحريه المصريه من الحاجات المتفوقه جدا سواء في البحر الاحمر او في البحر الابيض. ايضا قوات البريه خفيفه الحركه، القوات الخاصة ذات الطبع الخاص سواء صاعقة أو مظلين إلى آخره. إذن هتبقى مسألة نسبية بالنسبة للجيوش، وأعتقد أن الجيش المصري هو أكبر جيوش المنطقة وأكثرها مهنية، هيبقى عليه العين، لكن هناك محاذير سياسية لتدخله. هنا الغرابة بقى، أيوة المحاذير، وخايفين أن هو اللي يدفع الثمن، هو اللي يتم الزج بيه، يعني كله يريح ويعتمد عليه. أيوة بالظبط. أدي واحد. اتنين، مصر ظروفها الداخلية حاليا والتحديات التي تحيط بها لا تغري بالتورط في مواقف جديدة، وأظن أن الرئيس السيسي واعي لهذا تماما، وده الشيء اللي يعني أنا شخصيا بأعجب بيه فيه. بيقدر يمشي المسافة التي يستطيع أن يمشيها، مسافة السكة مش هسيبكم، هقف معاكم، لكن لكل مرحلة مطالبها ولكل فترة ظروفها، هنتكلم عند كل مرحلة لابد من دعم القوة العسكرية المصرية. دلوقتي